صباحكم الله بالخير جماعة الخير. الحين الليمون عندي العقد ممتاز طبعا، بدأت أحجامها تكبر. طالع شلون درقة، بدأت أحجامها تكبر. طبعا هذه جهة معينة زين. الحين خلاص يعني أنا كنت أعطيها في الأسبوع 8 أيام مرة ماي، الحين يومية بعطيها ماي. خلاص الحين لازم تحتاج إلى مياه حتى ترتوي الثمار، حق ما يصير عندي تحشيف فيها. وهذا بالنسبة إلى لومي، طبعا لازم أغسلها ضروري يا جماعة الخير، ضروري 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 تغسلون أشجاركم، هم تبريد على الشجرة، هم تشيلون هذا الوسخ الغبار اللي يتلايم على الأوراق. هذا اللي يكون يعني بيئة خصبة جاذبة إلى الحشرات، إلى الفطريات، إلى كل شيء، يعني تعرفون مضر بالشجرة، يقطع عنها التنفس، عملية التمثيل الضوئي تضعف، كل شيء يضعف عنها. أنا يعني أحتاج إن في الشهر مرة واحدة أغسلهم، أو إن يعني في وقت الحاجة. وقت الحاجة متى؟ مثلاً داير غبار، بلخة صايرة، شغلة صايرة، عادة الصبح أغسل أو المغرب زين، أو المغرب بعد زين، بس ضروري ضروري تنغسل عشان لا تبدي